حياكم الله، كيف حالكم؟ صوتكم خير. من مقطع اليوم رح نلعب بطولة برو ستار 15 انتصار. موضوعي قدم لايك واشتراك وخلونا نبدأ. ليتس جو. الجيم الاول اللي ضدنا بطل جديد شوي راح واجه مشكلة معها. نايس، اتوقع دمكت بروك. حلو، وضعنا تمام لحد الحين. فاذا كنت تلعب بطولات حاول انك ما تلعب راندوم. نصيحة مني، تلعب راندوم، حاول تلعب لك مع تيم، اقل حاجة تلعب مع تيم عشانك تضمن تفوز. اوكي نايس. بما اني جبت السوبر خلنا افتح الساحة اقل حاجة. بس امشي بروك. لا لا يصيدني، لا يصيدني، لا يصيدني. ايوه وضع تمام. فشوف اريد افتح هالجزئية، هذه الجزئية تشوف اللي هنا. معلي معلي، بحاول بحاول بحاول. ضحي ضحي، يلا. لا لا لا، خرب علي عشان خرب عليهم برغم اني ما فتحتها كامل. وكذا خلصنا عليهم. الجيم الثاني ما ادري صراحة هذا ايش وضع اللي حط ادجار. فاحيانا بداية البطولة تحصل لك اشكال انواع يعني. اوكي خلي 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 جي خلي جي خلي جي تراجع. للاسف الحمد لله اني محط جهاز ذا لان عارف ان يجيك تشكيلات غبية مرة. يعني حط لك ادجار، ما راح احط لك ميكو. بحاول اعبي طلقات، احبي طلقات. انظر ادجار، استناك ادجار، تعال. ايش حاسه بستناك؟ ايوه. لا لا لا، والله العظيم ما انتبهت لريكو. نايس، دمكته. ضربة واحدة باقي، ضربة واحدة. مش كده لازم افتح المكان ذا علشان يعطيني مجال حر يعني. اوكي افتح افتح. اتوقع ادجار ودع خلاص. الجيم الثالث والاخير من الجائزة. وعندك دينا مايك شدها الوسط، ما ادري ايش جه الوسط. هذا اسرع جيم ممكن لانه شوف مكانه مستسلمه. وعندك ترو اتوقع عند النت. نايس، باقي تيك. ضرب واحدة، ضرب واحدة. فاتوقع اما داخلين راندوم هالسبب يعني خسروا. فنصيحة مني تدخل راندوم، اذا بتلعب بطولات ادخل راندوم. الجيم الرابع ماب براول بول. ادجار ما ادري ما ادري ايش قصتهم يعني حاطين ادجار. وكذا اتوقع جبنا الهدف الاول، فعل جهاز. حلو، وضعنا تمام لحد الحين. اتوقع الجيم اذا ما سويت حاجه. يا الله، فانك موجود يعني النتيجه راح تساوي سبام سوبر. اوكي خلنا نفعل الجهاز في المكان. لا هذا مين جيت؟ لا 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 لا. حلو، كفو كفو عليك. فعل الجهاز، جيب السوبر قل حاجه. جبنا السوبر، نايس. مش كنت ما اقدر ادعس. لا لا، بيبي بيبي. اوكي فعل الجهاز، خرب علي. لا دعس علينا. ما علي، بحاول اختفي. مش كنت حملنا راحه لان اغلبهم كونترات. عندك فانك. اوكي خلنا نضيعهم اقل حاجة، نضيعهم. لا لا لا، ولا تراجع. والله كنا راح ندعس، كنا راح ندعس. تليفون، اضغط لي سبام سوبر، اضغط لي سبام سوبر. ايوه ايوه ايوه، هاي باتشارج، هاي باتشارج. لا 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 لا، شدوها اقسم بالله التيم ذا شدوها. وكف عليك يا عمر. اتوقع الاخير راندوم لان من يحط هانك، هانك ميت البطل ميت كالعادة. فعل جهاز المكان، وات. فالمعلومية البطلة من اسم هذه تشارلي راح تكون فعالة كثير في الجواهر، لان اذا كان الخصم مع الجواهر ورمت فيه السوبر راح تخلط تطلع كل الجواهر منه. اوكي اتوقع راح اندعس. يب اندعست. اوكي جبت السوبر، وضع تمام. شو حتى فانك ضيع الجهاز وضيع كل حاجة. ايه اتوقع تو درى اني موجود هنا. اوكي وضعي تمام، وضعي تمام. لا 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 لا، ما توقعت اجيب السوبر بكل سهولة. ايوه كفو كفو. شوف ايش كنت اتحني مرة بالسوبر. ايوه وضعي تمام، وضعي تمام. اوكي تعال يا برو. واتوقع خلاص دعسنا عليهم. انا في الجهاز افضل لي. بعرف من مكان جريف اقل حاجة. بس غريب ليون من متى جاب السوبر؟
لا 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 ليق 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 ايوه 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 خلي كنا نايس. ليهم مختفي ليهم مختفي نايس وضعي تمام جهاز هيبة تشارج حلو وضعي تمام هلكم ضغط عليه منا نايس فعل جهاز لا لا وكذا فزنا عليها. الجيم التاسع سيظهر ضد الكوريين يعني ديلي راح يسلم علي. اوكي عندك هذا كيت شدها بزيادة اتوقع يستخدم جهاز حلو قلت سوبر نايس بس كيت شدها بزيادة حلو كفو 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 بس خلينا ننتبه من ذا اضغط لي سبام سوبر كان ايوه وضعي تمام استخدم السوبر عشان خرب على كيت ولا فانج واحد من الاثنين نايس وكذا وضعنا تمام وفانج ضغط لك سبام سوبر وجيجي المود الخزنة بهذه التشكيلة فاللي ضدنا اتوقع كولي تحت كونترني شوية فاهم حاجة بطل شاك يعتمد على العميدة فبحاول اضحي ارمي العمود الاول هنا ويكون وضعي تمام فمهمتي فقط اني اشحن سوبر وارمي العمودة هذا فقط مهمتي اخر عمود فقط خلاص كذا وضعي تمام الحين راح يبدأ الخلط مع السوبرات مين صار اوكي ارمي كذا لعل واسم كان شحن السوبر نايس هدي هيل شوية اخلط روح اوكي خلنا هيل شوية هيل لان كنا كوليت اوكي ضيعت السوبر نايس اخلط وكذا خلصنا عليها نفس الجيم الماضي ركز العميدة فقط وحاول تشحن السوبر بشكل اسرع بقي اخر عمود وراح نبدأ الخلط نايس جبت السوبر وكذا راح نبدأ الخلط مع السوبرات روح اخلط جبت السوبر اخلط مرة ايوه مرة سبام سوبر روح نستغل الضرر روح اخلط مرة 5% خلاص وكذا خلطنا عليهم جيجي لا لا كيف 4% حرام يلا وكذا خسرنا اول خسارة ما زال احنا حاطين سيفر كولي بس اتوقع انهم من سوق القمعة ايوه طبعا ذا اللاج من ضمن سيفرهم حلو نايس فغيرت ستار الثاني ذيك اللي تاخذ طلقة فانا ما استخدم ثلاث عميدة كاقصى حد يعني العمود الرابع ما كثير حطنا كاحتياط فقط نايس دبل سوبر ايوه ارجع عصب ايوه نايس دمك بروك كذا شوية وصلنا اخر ماب الضربة القاضية نايس كبداية خلينا نشوف وسط اوكي سبايك موجود اوكي مفترض اقعد اتجاه ايوه وكذا وضعي تمام عشان يكون يعني شوية راح اسبب ازعاج كثير روح ضغط وتويم اوكي خلينا نضغط مرة ثانية على السبايك فعلك جهاز من البداية حلو جبت السوبر ممكن راح اضغط على التيك نايس اسحب ليه راح اخلص على التيك اول حاجة لان القاذف راح يسبب ازعاج طلعت التيك مدعوس وارمي السوبر كذا وجي جي ايوه اضغط مفترض اني ما اتخطى ذا المكان لا كان عسى علي لا اله الا الله سبراوت ارجع نايس بقى اخر واحد من لا جين نايس هلا اضغط عليهم بالسوبر كذا نايس صابت سبايك جين ما عند السوبر وضعي تمام يكون من الجهاز لا سبراوت تكفى اندس اخر واحد نايس جي اخر راوند راح يوصل 15 انتصار اوكي بلاي موضوع الطقطقة علي حط مورتس ما ادري ليه اذا خسرنا علي السبب من حين اقول اذا خسرنا علي السبب
يلا اخر جيم واخر محاولة، هل راح نختم بطولة ولا راح نخسر؟ بس حلو حطي المرة ميكول عشان يقضي كونتر القذافين. ايوه مازال البطريق يدمه قاعد. كان ضغط عليه من البداية. خلنا نجيب سوبر اول باول. خلنا نجيب سوبر. هاي داس علي، ايوه كفو. جهاز باي راح دقيق. اضغط عليهم بداية. واهم حاجة سوبر تك على الفاضي. ضرب واحدة السوبر. ايوه عمر تكفى. الحمد لله ختمنا البطولة وخلنا ناخذ اخر سايد دروب، ومعروف الحظ مرة خياس. اوكي وصلني هنا رسالة مكتوب لي فتح مباراة تأهيل عبر الانترنت، سوى عرض واتوقع موجود كان معي من قبل. هو هذا مال بطولة الاي سبورت. هذا باختصار اذا كان يعني بدك تشارك بطولات او حاجة. وبس سامع شكرا لك اشتراك ومع السلامة.